عليكم مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. نشرة الظهيرة من الأولى مباشرة، وهذه أبرز عناوينها. معرض المستحاثات المسترجعة بالفضاء الأركيولوجي سيدي عبد الرحمن بالدار البيضاء، فضاء يقدم سفرا عبر التاريخ العريق للمغرب على مر السنين. وضمن النشرة نسلط الضوء على القيمة التاريخية والحضارية والعلمية لهذه المستحاثات. الصيد التقليدي أو الحرفي قطاع يستفيد من دعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى تحسين دخل الفئات العاملة بالقطاع وإدماجها اقتصاديا. وفي سياق نشرتنا نقترب من أوجه هذا الدعم من الجماعة الترابية سيدي بيبي بإقليم شتوكا أيت باها. وبخريبكا منتدى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمكين الاقتصادي للنساء محطة تستعرض مسار دعم مبادرات العمل الحر وأهميتها في الرفع من النشاط الاقتصادي للنساء في ظل تأثير التغيرات المناخية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الصيد التقليدي أو الحرفي نشاط يعتمد على أسطول السفن والقوارب الصغيرة ويوفر فرص الشغل لآلاف البحارة. هذا القطاع يستفيد من دعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى تحسين دخل الفئات العاملة بهذا القطاع وإدماجها الاقتصادي، وذلك عبر اقتناء المعدات وتجهيز قوارب الصيد. والنموذج نتابعه من إقليم شتوكا أيت باها وتحديدا من الجماعة الترابية سيدي بيبي مع الحجب تامك وداد المساوي والمعتصم بالله البوعزاوي. بشاطئ تفنيت بالجماعة الترابية سيدي بيبي بإقليم شتوكا أيت باها تتواجد مجموعة من التعاونيات النشيطة في قطاع الصيد التقليدي وتثمين المنتوجات البحرية. تعاونية لعبت دورا في توفير أنشطة مدرة للدخل لفائدة البحارة، وذلك بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كاين البلاك كبار وكاين المبادرة كيعطيو سميتو كيعاونو المبادرة، عاطينهم المهضر عاطينهم الفلوس عاونيهم في البلاك. المهم الحمد لله. ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي ساهمت في تمويل مجموعة ديال المشاريع التي أنجزت لصالح التعاونيات في إطار تشاركي مع الجماعة الترابية لسيدي بيبي والجمعيات والتعاونيات المعنية. وفي هذا السياق تم إنجاز 13 مشروعا لفائدة عدد من التعاونيات في قطاع الصيد التقليدي وتجديد قوارب للصيد وتجهيزها بمحركات ذات جودة واقتناء سيارات لنقل الأسماك من نقطة التفريغ إلى محطات التسويق في ظروف جيدة. مازال كنطالبوا باش تحصل الوضعيه ديالهم. مثلا في الدويره مثلا البلايص فاش كنحطوا المطاريان ديال البحريه في اللوازم ديال البحر، كنطالبوا ان الجهات ان شاء الله يتعاونوا معنا باش نديروا على البلاصه فاش غادي نحطوا المطاريان ديال البحاره. تجديد اسطول ديال الصيد التقليدي القوارب حيث تم تجديدها بشكل كامل. ان شاء الله هذه السنه هذه سيتم استكمال هذا المشروع. هذا تأهيل قطاع الصيد التقليدي بعدد من الجماعات السيم ساهم في توفير فرص شغل لعدد من شباب هذه المناطق وتحسين ظروف عمل البحارة، فضلا عن تنمية وعصرنة سلسلة الإنتاج في هذا القطاع. ونسلط مزيدا من الضوء حول هذا الموضوع مع السيدة فاطمة الزهراء دياب رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم شتوكا أيت باها وتنضم إلينا من أكادير. أهلا بك سيدتي. إذن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تقوم بمجموعة من التدخلات لدعم القطاع التعاوني بإقليم شتوكا أيت باها باعتباره قطاعا ينظم العمل لفائدة فئات البحارة وتحسين ظروفهم السوسيو اقتصادية. أيضا على ما يتأسس هذا التوجه؟ شكرا لك أستاذة الفاضلة. تماما كما تفضلتوا، فبالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فهي كتهتم بشكل كبير بالنسيج التعاوني في إطار يعني المحور ديالها ديال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي كيهدف أو اللي كيستهدف واحد الفئات من المجتمع اللي هي هشة كالتعاونيات والاتحادات ديالها وكذلك يعني المجموعات ذات النفع الاقتصادي اللي كتشتغل في واحد العدد من المجالات يعني كالفلاحة صناعة
التقليديه وكذلك الصيد التقليدي. وعلى مستوى الاقليم ديال الشتوكه ايتباها فتم يعني انجاز واحد العدد كبير ديال المشاريع اللي كتستهدف القطاع التعاوني على مستوى الاقليم. يعني كحصيلة إجمالية بالنسبة للإقليم ديال الشتوكة إيتباها فتم إنجاز ما يقارب 145 مشروع لفائدة التعاونيات على مستوى الإقليم، واللي ترصدت لها واحد الكلفة إجمالية تفوق 27 مليون ديال الدرهم، ساهمت فيها المبادرة بما يفوق 16 مليون ديال الدرهم أي ما يقارب النصف. هاد المشاريع هذه كلها فهي كما ذكرت فهي كتستهدف تحسين الاوضاع الاجتماعيه والسوسيو اقتصاديه لهذه الفئات المستهدفه هذه، واللي كتحسن بشكل يعني ملموس على ارض الواقع ظروف العيش ديال الفئات اللي اغلبيه ديالها نساء في وضعيه صعبه، وكذلك يعني بعض الفئات ديال المجتمع اللي يعني كنستهدفوها على اساس انها تحسن الوضعيه الاقتصاديه ديالها. نعم السيده فاطمه الزهراء، ما الذي حقق قطاع الصيد التقليدي بالإقليم انطلاقا من برامج الدعم التي ذكرتي هذه، وأيضا تنويع الأنشطة من تسويق وتثمين للمنتجات؟ وهنا أريد يعني أن نسلط الضوء على مجال التكوين والمواكبة لتأهيل يعني العاملين في هذا القطاع. نعم، فعلى مستوى الإقليم كما كتعرفوا فهو يعني منفتح على الواجهة الأطلسية، وبذلك يعني كيشتغلوا في هذا القطاع هذا أزيد من 500 ديال البحارة والصيادة على مستوى الإقليم. يعني هاد الصيادة هادو فهم استفدوا في إطار ديال المبادرة إلى جانب تجهيزات وتجديد ديال الأسطول ديالهم بقوارب يعني جديدة مصنوعة من البوليستر مثلا اللي كتقاوم الظروف ديال الاشتغال القاسية اللي كيعرفوا في عرض البحر. بالإضافة إلى ذلك فهما كلهم تقريبا التعاونيات اللي كيشتغلوا في هذا المجال استفدوا من تكوينات على يعني في إطار ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تكوينات اللي كتساعدهم على تسيير المشاريع ديالهم اللي هي مشاريع ربحية، وكذلك كتساعدهم على يعني كيفاش أنهم ينظموا الاشتغال في هذا المجال هذا. يعني تكوينات اللي كانت كذلك مع الشركاء مختلف الشركاء ديال المبادرة على مستوى الإقليم. نعم السيدة فاطمة الزهراء دياب رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الشتوكة إيتباها، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإفادات. منتدى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمكين الاقتصادي للنساء في ظل التغيرات المناخية، محطة تستعرض مسار دعم مبادرات العمل الحر وأهميتها في الرفع من الأنشطة الاقتصادية للنساء خاصة في ظل تأثير التغيرات المناخية المتنامية على التمكين الاقتصادي للنساء. من خريب غارو بورتاج عبد الملوكي وعمر جليدي. إرساء تنمية مندمجة لفائدة النساء العاملات بعدد من التعاونيات مسعى هذا الفضاء المخصص لبيع منتجات التعاونيات النسائية الذي يوفره منتدى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمكين السوسيو اقتصادي للنساء بخريبكا. منتوجات ديالي كندير الطرز والخياطة والزربية، وإن شاء الله كنخدم على السروج هذا العود، وكنخدم على الخيمة حاليا الأطلسية. كنشكر هاد الناس اللي نظموا هاد الحفل هذا وعيطوا لينا حضرنا معاهم في هاد الاقليم ديال خريبكا. كنكافحوا باش نزيدوا بهاد التعاونيه للقدام ان شاء الله، وباش ان شاء الله نسوقوا المنتوج ديالنا يعني في المغرب كامل، وعلاش لا ان شاء الله يكون التسويق على برا ان شاء الله. تعزيز قدرة النساء على الصمود من خلال تحسين حصولهن على الفرص الاقتصادية وولوج سوق الشغل أهداف متوخاة من هذا المنتدى الذي يهدف كذلك إلى رفع التحديات وعلى رأسها تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يعد المجال الأكثر حيوية بالنسبة للنساء. اليوم احنا كنواكبوا هذه العمليه المجموعه ديال الاعتبارات، اولا لقناعتنا الراسخه بان المراه وتمكينها الاقتصادي هو ركيزه من احد الركائز اللي كيتبنى عليها التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه ديال المجتمع بصفه عامه. نخلقوا واحد فضاء للتعاونيات النسائيه باش انهم يعرضوا المنتجات ديالهم، باعتبار انه الاقتصاد التضامني هو الاقتصادات يعني الاقتصاد او عنصر حيوي في الاقتصاد المغربي.
منتدى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فرصة أيضا للقاء وتبادل التجارب والتفكير في كيفية التخفيف من أثار التغيرات المناخية على الإدماج الاقتصادي للنساء باعتبارهن عنصرا فاعلا في التنمية المستدامة. إلى الدار البيضاء الآن والفضاء الأركيولوجي سيدي عبد الرحمن الذي يحتضن معرض لمجموعة من المستحاثات المسترجعة من عدد من بلدان العالم، مستحاثات ذات أهمية علمية وتاريخية وثقافية. المعرض يهدف إبراز التاريخ الغني والعريق للمملكة على مر ملايين السنين، والمتابعة مع أمين هنوي وسفيان الإبراهيمي. بالموقع الأركيولوجي سيدي عبد الرحمن بالعاصمة الاقتصادية، افتتاح معرض المستحاثات التي تم استرجاعها إلى المملكة في إطار شراكات واتفاقيات مع بعض الدول الصديقة كألمانيا، الشيلي والولايات المتحدة الأمريكية. معرض يبرز التاريخ العريق والغني للمملكة المغربية داخل هذا الفضاء الأركيولوجي الذي سيفتح أبوابه لساكنة المدينة وزوارها ومختلف الباحثين والمختصين في هذا المجال. بارك أركيولوجيك اللي غيفتح الأبواب ديالو للشباب والغير الشباب، المواطنات والمواطنين، باش نعودوا تاريخ هذه المنطقة، تاريخ هذه المدينة، وبالطبع يكونوا أنشطة ثقافية وراء هاد الافتتاح اللي غيكون اليوم إن شاء الله. يعني الماضي غيولي كيساهم كذلك باش يخلق ثروة، باش يخلق مهن جديدة في المجال الثقافي. هذا هو التحدي اللي كنحاولوا نخدموا عليه اليوم. افتتاح هذا المعرض يندرج أيضا في إطار شراكة تجمع بين وزارة الثقافة والشباب والتواصل ومجلس جماعة الدار البيضاء من أجل تعزيز المشهد الثقافي للعاصمة الاقتصادية والتعريف بالتاريخ الغني والعريق للمملكة المغربية. هذا السيت غادي يكون بيداغوجيك، الغاية منه هو الزيارة ديال المدارس ديال الكليات أيضا اللي غادي يمكن لهم يزوروا. هاد هو متحف وأيضا مكان ترفيهي للبيضاويين. اليوم كندخلوا في واحد الدينامية جديدة لمدينة الدار البيضاء على الجانب الثقافي. حفل افتتاح هذا المعرض تميز بإطلاق عرض ضوئي لطائرات الدرون قصد التعريف بالقيمة التاريخية لهذا الموقع بأسلوب مبتكر يربط بين الماضي والحاضر. هذه الكائنات الدقيقة البدائية. وحول أهمية هذا المعرض يسعدنا أن نستضيف معنا السيد عبد الجليل بوزوكار مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، ينضم إلينا من الرباط. أهلا بك سيدي. لو نتحدث بداية عن المستحاثات الأثرية المسترجعة، عن أهميتها التاريخية والعلمية والثقافية، خاصة وأنها تتضمن مجموعة من الحيوانات المنقرضة وكذلك كائنات بحرية إلى غيرها من المستحاثات. شكرا على الدعوة. المعرض اللي كان نهار الأربعاء الماضي هو تعرضوا فيه واحد المجموعة ديال العظام ديال الحيوانات اللي تم استرجاعها بفضل مجهودات ديال وزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار اتفاقيات مع العديد من الدول، وخاصة اللي تعرضوا نهار الأربعاء كاين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وشيلي. هي عبارة على واحد العظام ديال الحيوانات اللي هي انقرضت ما بقاتش دابا، وكتمثل واحد المجموعة من الأصناف ديال الحيوانات، منها الديناصورات، منها أيضا التماسيح، ومنها أيضا واحد كائنات بحرية، واللي إلى بغينا ناخدهم كاملين بالنسبة للتاريخ ديالهم، فالأقدم في هذا العظام المستحدث اللي تم العرض ديالها الأربعاء الماضي هي 500 مليون سنة، والأحدث فيها تعود 56 مليون سنة. نعم سي بوزوكار، ما أهمية عرض هذه الثروة التاريخية كما ذكرت وفصلت بالفضاء الأركيولوجي سيدي عبد الرحمن؟ اولا الفضاء بنفسه اللي هو واحد الموقع قديم وقديم جدا في المغرب وايضا في مدينه الدار البيضاء، وثانيا انه هذا المعرض كان ايضا فرصه انه باش نبينوا المجهودات اللي كتقوم بها بلادنا في هذا الاطار في محاربه الاتجار غير المشروع ديال الاثار، وايضا باش توضع تبان الاهميه ديال التعاون في هذا المجال، التعاون الدولي، وايضا يتعرفوا العموم على الغنى ديال التاريخ الطبيعي ديال بلادنا، وخاصه فيما يخص الشق اللي تيهم بعض الحيوانات او انواع من الاصناف
اصناف ديال الحيوانات اللي انقرضت واللي الاهميه والقيمه ليس فقط التراثيه ولكن العلميه ديالها كبيره كبيره جدا. وهذا هو اللي غادي يقوموا به دابا المختصين سواء من المعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث او مديريه التراث الثقافي او من الجامعات المغربيه، غادي يكبوا على هاد المستحدثات باش تتم الدراسه ديالها وتعطى معلومات عليها. نعم، ولتعريف العموم كما ذكرت بهذه الثروه التاريخيه، هل يعني مبرمج يعني عرض هذه المستحدثات في مواقع ربما اركيولوجيه اخرى عبر تراب المملكه؟ هو الامل هو انه ما عمرنا نعاودوا نشوفوا انه هذا بحال هذه الانواع ديال المستحدث او التراث الاركيولوجي بشكل عام انه نشوفوه عرضه لهذا الاتجار غير المشروع من للاثار. ولكن دابا هذه الظاهره كاينه والمجهود الكبير كاين باش يرجعوا للبلاد ديالنا وانه ندرسوهم ونوضعوا مرهنا اشاره الجمهور. بطبيعه الحال غنحاولوا ما امكن ان يرجعوا في المناطق، يتعرضوا في المناطق اللي اتخذت منهم وايضا يتعرضوا في مثلا في مناطق اخرى من المغرب، لان خص المعلومه عليهم تعم وتكون متاحه للجميع. نعم، اشكرك السيد عبد الجليل بوزوكار مدير المعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث، اشكرك على كل هذه الاضاءات. في الخبر الدولي، تسبب خلل تقني في نظام ويندوز إلى تعطيل العمل في العديد من الأبناك وشركات الطيران العالمية ومؤسسات كبرى، حيث تم تعليق الرحلات وتعطلت الخدمات في مرافق هامة تعتمد على خدمات شركة مايكروسوفت. زكية بلقاس. اختل ميزان العمل في شركات عالمية كبرى بسبب عطب في شركة مايكروسوفت تعذر معه الوصول إلى التطبيقات. مجال الطيران في مقدمة المتضررين من هذا الخلل الذي طال أيضا خدمات الاتصالات والبنوك والبث الإعلامي والصور من مطار باراخاس بمدريد، حيث طالت ساعة انتظار المسافرين. أخبرونا عبر رسائل هاتفية بأن الخلل في نظام المعلوميات. نعم، الرحلات متوقفة ونحن ننتظر، ليس هناك فرق. الارتباك في الرحلات عرفت جل المطارات من أستراليا مرورا بالولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، هولندا، فرنسا وألمانيا. والانقطاعات المتكررة تسببت أيضا في تعثر الخدمات بشركات الملاحة البحرية والتوزيع، إضافة إلى الخدمات المصرفية. موقع مايكروسوفت من جهته أعلن أنه يوجه حركة المرور الإلكتروني إلى أنظمة بديلة لتخفيف التأثير. ونواصل أخبارنا الوطنية بالندوة الجهوية للشباب الإفريقي، الفعالية التي احتضنتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بسلا لتكون منصة شبابية تترفع من أجل المناخ. وعبرها بعث الشباب الإفريقي رسائله للمنتظم الدولي حول التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وضمنها أهمية اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الحد من تبعات هذه الظاهرة. خديجة زروال وعبد العلي عيد. هم شباب يمثلون مختلف الدول الإفريقية التأموا في هذا الفضاء من أجل إيصال صوتهم إلى المنتظم الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التغيرات المناخية. الندوة الجهوية للشباب الإفريقي هي منصة للنقاش وتبادل الخبرات وتطوير استراتيجية للعمل من أجل بيئة سليمة للأجيال المقبلة. وهي كتجمع الشباب من جميع أحنا أنحاء إفريقيا واللي كيتجمعوا في 3 ايام وكيتجمعوا كيديروا بوليسي وركشوبس باش كيخرجوا بواحد البوليسي ريكومنديشنز باش في الاخر كيكون عندنا واحد دوكيومون شامل لجميع الطلبات ديال الشباب الافارقه في كل ما يتعلق بالتغير المناخي ومجال البيئه. نجتمع هنا من أجل دراسة كل القضايا المتعلقة بالمناخ والخروج بإعلان نرفعه إلى المشاركين في كوب 29 المزمع تنظيمها في العاصمة الأذربيجانية باكو. قوة هذه المنصة تكمن في الدعم الذي تلقاه من طرف منظمات تابعة للأمم المتحدة والتي تجعل من أهدافها تحقيق التنمية المستدامة في الدول الإفريقية التي تعاني من التغيرات المناخية. Que nous avons
الدراسات أظهرت أن 99% من الأطفال يتأثرون بالتغيرات المناخية سواء فيما يتعلق بالجانب الصحي أو التربوي. وفي هذا الإطار تتدخل منظمة اليونيسف للمساهمة في الحد من التأثير السلبي للتغيرات المناخية. Really excited to be here today. And really, أنا جد سعيد للمشاركة في اللقاء الذي يعكس حماس هؤلاء الشباب من أجل العمل على الحد من التغيرات المناخية سواء في المغرب أو في إفريقيا. هي مقاربة لها أبعاد متعددة لا تتطلب العمل في مختلف القطاعات ومع كل المتدخلين. عبر ورشات ولمدة 3 أيام سيعمل هؤلاء الشباب على دراسة ومعالجة القضايا المرتبطة بالمناخ كمسألة تمويل وريادة الأعمال الخضراء والتهديدات التي تطال المنظومة البيئية والإجهاد المائي. نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة تفاس مكناس حفل التميز للطلبة المتفوقين بالجهة، حفل للاحتفاء بالاجتهاد والمثابرة. نتابع جانبا منها مع أنوار الغماري. نجاحات احتفت بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، تميز وإصرار عكسته هذه النتائج المشرفة المحصل عليها من قبل الطلاب والطالبات من مختلف المسالك والمستويات التعليمية. أكثر من 62% من التلاميذ حصلوا على يعني الشواهد البكالوريا ديالهم باسم الدورة العادية، وهذه النسبة مرشحة لأنها سترتفع بالنسبة للدورة الاستدراكية. واحد العدد كبير ومتميز ديال الميزات اللي حصلوا عليهم تلاميذ ديال الجهة، أكثر من 54% من التلاميذ كلهم حصلوا على ميزات مستحسن فأكثر. حفل تميز تمت فيه الإشادة بثمار هذه المواكبة التي قامت بها الأكاديمية والأساتذة من دعم استثنائي للطلاب بهدف تحضيرهم للمزيد من التفوق وتشجيعهم من أجل غد واعد مليء بالتميز والنجاحات. الحمد لله وفق لله عز وجل في التحصل على معدل على صعيد الجهات 19.4. وأولا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم الشكر موصول للوالدين. أنا جد سعيد بأنني أتوج هذا اليوم، وأود أن أشكر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس. شعور زوين حيت عمري ما كنت ناوي نوصل لهذا الشيء هذا، وفرحان بزاف. هذا الحفل هو شهادة حية على التفاني والعمل الجاد من قبل الطلاب والطالبات. هذا التفوق دلالة واضحة على المستقبل المشرف الذي ينتظر هؤلاء الشباب. السياحة الثقافية التضامنية بإقليم الحوز تسجل إقبالاً متزايداً لشباب من العالم ينتمون لمنظمات غير حكومية. مبادرة لإحياء المنطقة سياحياً ومد يد العون لإعادة ترميم وإصلاح المنازل المتضررة جراء الزلزال. والصورة من دوار توريرت بجماعة أسني في روبورتاج أمين علام، محمد حسن مسكور وحسناء موسوي. بهمة ونشاط ومنذ الساعات الأولى من الصباح يشرع هؤلاء الشباب القادمون من مناطق مختلفة من العالم في العمل لدعم جهود إحدى منظمات المجتمع المدني بإسبانيا الرامية إلى مساعدة ساكنة دوار توريت بدائرة أسني إقليم الحوز في إعادة بناء مساكنهم المتضررة من الزلزال. عملية تأتي لتتوج مسارا طويلا من التعاون مع الجمعية المحلية تيويزير التنمية والبيئة يعود لحوالي عقدين من الزمن. L'objectif de ce type de voyage, c'est un peu les deux côtés. On a le côté des. هذا النوع من الرحلات يهدف أساسا لتكوين علاقات والتبادل ثقافيا. فنحن قريبون جدا من الناس المقيمين هنا. نحن إخوة إن صح القول. نتشارك العديد من الأشياء. دائما ما نجلب تلاميذنا إلى هنا، وذلك من أجل اكتشاف جوانب ثقافية أخرى. مبادرة تزاوج بين العمل التطوعي والسياحة التضامنية وتراهن على مد الجسور بين الثقافات وتربية الشباب على العطاء وعلى التضامن والانفتاح على الآخر. احنا دابا في المغرب، احنا جينا لأسني، جينا باش نعاونوهم ابخي لو ترومبلومون دو تيغ، جينا باش نعاونوهم مع البني وكل شيء ونعاونوهم
بزاف الحوايج من غير البني. تما الدراري كيجيو في العشيه كندوزو معاهم العشيه كنقريوهم لونجلي كنجلسو معاهم نلعبو معاهم. هاد الناس كيجيو عندنا ديما تقريبا هادي 16 عام وما كيجيو. المهم كيجيو كيجيو توريست ومام طون كيجيو باش يعاونوا الناس فولونتير كيعاونوا الناس كيجلسو مع الدراري كيلعبو مع الدراري. المهم كدوز وقيته مزيانه وحنا كنفتخروا بهذا الشيء حيت كيجيو كنتبادلوا الثقافات ديالنا. مشاريع مهمة في مجال الطاقة والتنمية وتوفير مياه الشرب ضمن أجندة هذه المبادرة التضامنية، والأهم هو الدعم النفسي للساكنة للتخفيف من آثار الزلزال وترسيخ توجه سياحي يكرس البعد الإنساني. هاد الناس لا سوتو غروندي اللي هي مدرسه دوليه في اسبانيا في طريفه اللي هي كتشتغل معنا من 2006 اللي فعلا حققنا معها واحد التجربه رائده في هذا المجال ديال السياحه التربويه التضامنيه. هذا العام راه داروا 6 رحلات من نهار وقع الزلزال وجاو تضامنوا معنا وتضامنوا مع الساكنه لا على المستوى النفسي لا على المستوى الدعم المالي لا على المستوى الدعم في مجال مساعدات تقديم المساعدات تهيئ المنازل واحد المجموعه ديال الاشغال. هي صورة من صور الانفتاح على الثقافات والشعوب التي يختزلها هذا النوع من السياحة التضامنية والتربوية، والتي تشهد طفرة نوعية في إقليم الحوز الغني بمؤهلاته الطبيعية والإنسانية والثقافية. إلى شاطئ المضيق الآن وانطلاق منافسات الأسبوع البحري الدولي بمشاركة مختلف الأندية والجمعيات المغربية إلى جانب أبطال يمثلون دولا عربية إفريقية وأوروبية. أهم ما ميز منافسات اليوم الأول أطوار سباقات الزوارق الشراعية الخفيفة وسباق زوارق الصيد التقليدية. خالد شخمان وعبد العلي قنوني. النسخة 20 من الأسبوع البحري الدولي المضيق انطلقت منافساته الرسمية عبر سباقات الزوارق الشراعية الخفيفة بمشاركة أبطال من المغرب إسبانيا إيطاليا مصر تونس الإمارات والسنغال. أنا جيت هنا باش نمثل البلاد ديالي والجمعية ديالي اللي هي لاسوسياسيون ماروكان دي سبور نوتيك، وكنت من ندير شي كلاس مزيان ونتكلاسا. جيت المضيق باش نشارك في لا 20 إيديسيون ديال لاسنيم، واليوم كنتسناو الريح يطلع باش نلعبو وكنتمنى نتكلاصا مزيان باش نمثل المغرب. الحفل الافتتاحي الرسمي للأسبوع البحري الدولي تميز بسباق زوارق الصيد التقليدية، وهو تقليد سنوي يعرف تنافسا كبيرا بين الصيادين الذين يتحولون إلى التنافس الرياضي في هذا الموعد السنوي، إضافة إلى سباق خاص بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. الدورة العشرين إن شاء الله بغينا تكون عندها واحد امتياز، نحتفلوا بهذه الدورة اللي كنفتخروا بها اللي غيكون عندها واحد الإشعاع سياحي واجتماعي ورياضي طبعا، وكنظن إن شاء الله غدا يكون معنا الريح باش يعاوننا شوية في التظاهرة ويكون واحد ريزولتا يكون واحد إيجابية إن شاء الله في لاريكات. هذه السنة كتعرف مشاركة فرق جديدة ودول جديدة، اللي كنتمناو هو الرياح تكون معنا باش يتم السباق في أحسن الظروف. الأسبوع البحري الدولي وهو نشاط رياضي وسياحي ينظم كل عام من طرف النادي الملكي البحري بالمضيق، يعرف أيضا سباقات تهم الزوارق العابرة للقارات والتي تنطلق عادة من ميناء مدينة بونخيرولا الإسبانية، وهي الزوارق التي تنافس أيضا في منافسات كأس العرش. وختاما مشاهدينا الكرام، هذا تذكير بأبرز محطات الخبر لنشرة الظهيرة. معرض المستحثات المسترجعة بالفضاء الأركيولوجي سيدي عبد الرحمن بالدار البيضاء، فضاء يقدم سفرا عبر التاريخ العريق للمغرب على مر السنين. وضمن النشرة سلطنا الضوء على القيمة التاريخية والحضارية والعلمية لهذه المستحثات. الصيد التقليدي أو الحرفي قطاع يستفيد من دعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى تحسين دخل الفئات العاملة بالقطاع وإدماجها اقتصاديا. وفي سياق نشرتنا اقتربنا من أوجه هذا الدعم من الجماعة الترابية سيدي بيبي بإقليم شتوكا أيتباها. وبخريبكا منتدى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمكين الاقتصادي للنساء محطة تستعرض مسار دعم مبادرات العمل الحر وأهميتها في الرفع من النشاط الاقتصادي للنساء في ظل تأثير التغيرات المناخية.
شكرا على حسن الاهتمام والمتابعة مشاهدينا الكرام، أعود وألقاكم غدا بإذن الله.